محمود عبد الحكيم ده قصة 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 من أحرف اللعيبة اللي أنا شفتها في حياتي، ويعني سواء في الملاعب الكبيرة ال11 يعني، أو في الكرة الخماسية كمان. يعني لو أنت بتلعب ضده تتضايق تتنرفز من كتر ما يقعد يرقص فينا ويقومك وينيمك قصة يعني، من اللعيبة المميزة جدا. وما خدش حظه برضه بالشكل الكافي، رغم إنه لاعب في أندية كبيرة، لاعب في المصري ولاعب في إنبي ولاعب في الإنتاج الحربي ولاعب، بس ما لعبش أهلي وزمالك، لكن كان من أحرف اللعيبة في مصر. ومش في الكره ال11 بس، لا في الكره الخماسيه، وكان كابتن منتخب مصر في الكره الخماسيه، واحترف في بلجيكا في نادي شارلوروا، من الانديه الكبيره جدا في الكره الخماسيه او كره الصالات في بلجيكا وفي اوروبا، نادي شارلوروا. انا لعبت بلعب ضده خماسي يعني بيضايقني بصراحه، ولعبت مره قدامه في ملعب 11 برضه جنني، فبعدت عنه عشان ايه يعني صعب تمسكه، من اللعيبه الحريفه جدا يعني. ممكن يحط لك كوبري، ممكن يعدي لك كده يبقى شكلك وحش، فابعد عن محمود عبد الحكيم احسن في الملعب. ازيك يا حاوي؟ ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الاول انا مبسوط ان انا معاك جدا ومتشكر على لا ده اقل من حقك والله. والله والله اقل من حقك. ربنا اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد كله لله. تمام؟ الحمد لله تمام. مسيره طويله في الكوره الحمد لله. ها؟ عايزين نختصرها كده سريعا، تقول الانديه اللي انت لعبت فيها وبدايتك كانت فين؟ انا بدايتي النادي الاهلي، ناشئين الاهلي. ناشئين الاهلي. بعد كده رحت كام سنه يعني؟ كان عندك كام سنه؟ لا ما انا صغير خالص، 10 سنين 11 سنه. 11 سنه. قعدت 4 5 سنين. رحت اختبارات عادي؟ عادي جدا. كان زمان كان في كشافين، وده كان واحد ليه فضل كبير عليا، كابتن شاكر عباده. انا من شبرا، فهو وداني. انت من شبرا؟ من شبرا مصر. وداني انا واحمد عيد ساكنين في شارع واحد. احمد عيد عبد الملك. وداني اختبارات النادي الاهلي للدكتور عمرو ابو المجد. ايوه. ما كملتش والله يا كريم 3 دقايق، شاف اللمسه والترهيصه، هي كره واحده بس، اديت لحد كوبري راح قاعد يضحك، قال لي تعالى قال لي ما تجيش دلوقتي خالص بقى. تعالى بلاش الاختبارات انت معانا خلاص. ما تجيش، قال لي ما تجيش دلوقتي خالص، كتب لي حتى على ظهر الاستماره. وبعد كده ربنا كرمني بقى، رحت الاهلي. قعدت شويه وبعد كده رحت نادي القناطر الخيريه. بس رحت على الدرجه الاولى على طول، وكان بالصدفه دوري يعني. كان معايا حد وانا في ثالثه ثانوي في المدرسه. وانا كنت خلاص، كنت لما مشيت من الاهلي قلت خلاص مش عايز العب كوره، زهقت يعني. وكان وداني نادي القناطر كده، وكان لي حد قريب هناك وربنا كرم. بس عايز اقول لك يعني، ربنا كرمني ان انا رحت النادي دوت من خلاله، انا جالي كل الانديه بعد كده. لعبت سنه، كان هما في الممتاز بيه ساعتها، جالي كل حاجه ممكن تتخيلها والله، جالك عروض كتير. بس اول واحد بصراحه اتكلم عليا وخلى الناس تعرف كابتن محمد صلاح. كان ماسك جولد، كان اسمه المعادن ساعتها. ايوه صح، نادي المعادن. هو اللي ده كابتن محمد صلاح يعني، كان مصر ان انا العب معاه اصرار غير طبيعي. بس كنا بنروح النادي بفلوس وبتاع، ما يرضوش يمشونا، لحد ما في اخر السنه بقى رحت امبي، دفعوا مبلغ. يعني رحت من القناطر على امبي؟ على امبي. دوري ممتاز على طول. شافوك؟ لا مش دوري ممتاز، كانوا ممتاز بيه. رحت ممتاز بيه. بس كانوا لسه عاملين الفرقه اللي هي بقى كانت فرقه جامده يعني، مجدي عبد العاطي وهاني عبد الله. لا لا لا، كنت اعزب هاني، كان موجود طبعا، هاني عبد الله، سيد عبد النعيم وعادل فتحي وسمير صبري، شله كلها دي، شله الخماس، واسامه حسن واكرامي، اكرامي ابراهيم. أيوه. خلي بالك اكرامي ده برضه كان لعيب كبير. عارف. جدا. كان لعيب جامد جدا. ومش عايز انسى حد، بس كان معانا لعيبه كتير جامده جدا، حماده شنح بقى و... يعني هتدخل في ناس انا مش عايز انسى حد يعني. كانت فرقه جامده جدا، هم معظمهم الفتره اللي كان كابتن مجدي عبد الغني مدير الكوره في امبي، والكابتن رمضان السيد. كابتن رمضان السيد صح. انا لعبت ضدكم ماتش، كنت وكابتن امام محمدين. خلي بالك كابتن امام محمدين وكابتن رمضان السيد هم اللي جابوني امبي. ايوه. كنت ماتشاتكم في البلاستيك؟ كنا بنلعب في البلاستيك. صح. فاكر لعبتكم ماتش هناك، كنت مع الشرقيه الدخان ساعتها. ايوه صح. وبعدين امبي بقى، وبعدين انديه كتير. امبي ويمكن حصل خلاف بيني وبين حد انا بحبه جدا يعني، كابتن محمد عامر، فكتب في التقرير بتاعه ان انا تمشي. لا ما امشيش، المدير الفني اللي يجي يشوفني كان الكابتن طه بسري. وانا كان جاي لمزارع دينا الكابتن محمد عبد السميع، وكان بيحبني جدا، وانا كنت عارف ان انا هستريح معاه. لان يعني فاصريت ان انا اروح. يا ابني طب اقعد. الراجل اللي شوف كان رئيس النادي بيحبني جدا، كان اسمه استاذ سعيد الصرفي، كان راجل محترم جدا، كان بيحبني جدا. يا ابني اقعد، انا عارف ان المدير الفني. قلت له لا انا همشي، دفعت فلوس ومشيت. رحت مزارع دينا. رحت مزارع دينا بقى، عايز اقول لك كسرت، عملت موسم ما عملتوش يعني، مش هعمله تاني في حياتي في مزارع دينا. وبعدين بقى مزارع دينا، وسافرت
جال عرض كويس جدا بتاع بلجيكا والناس جولي من طارق السعيد. لقيت طارق ما كانش فيه موبايلات ساعتها، كان طارق السعيد في اندرلخت ولقيته بلجيكا. بيكلمني على تليفون البيت، برد لقيت قال لي انا طارق السعيد محمود يا كابتن. قال لي انا في الاوتيل في المطار، مش فاكر اسم، مش عارف موفنبيك، مش عارف يعني. فقال لي تعالى لي معايا ناس من بلجيكا عايزينك وعمالين قلبين الدنيا عليك. ولا حتى ما كانتش معايا عربيه، خدت واحد صاحبي صاحبي معاه عربيه ورحت. كره خماسيه بقى عايزينك. رحت انا عايز اشوف شوف ايه الموضوع. فقعدت انا افتكرت الراجل اصلا كان مدرب منتخب اسبانيا هو وقتها، واحنا كنا منتخب مصر في بطوله في اسبانيا، وخد رقم تليفوني وقال لي انا هاجي لك، انا همسك شافك بقى انت الكره بس انا قلت بقى مش في دماغي يعني، فما توقعتش ان الراجل هيجي لي يعني. فجالي عرض، كان العرض كبير جدا ماديا، كبير يعني في وقتها كنت باخد 18000 يورو في الشهر. 18000 يورو في الشهر. انا قلت لا مش هتجيلي الفرصه دي تاني، قلت اجرب يعني. حتى انا استشرت ناس يعني، رحت احترفت بلجيكا كره خماسيه وبعدت عن ال 11 وخدت معايا جهاد عرفه كمان. جهاد عرفه انا يعني، انا قلت للمدرب على جهاد، قلت يعني لو حد معايا الموضوع هيبقى سهل. فشاف الفيديوهات فاختار جهاد المنتخب وكملنا وربنا كرمنا بس انا يعني انا دي خطوه انا ندمت عليها ان انا رجعت. كنت عايز تكمل؟ لو كنت كملت كان الموضوع فرق معايا، وكانوا ناس عايزينك تكمل. انت الراجل جالي مصر 3 4 مرات بعد ما وانت كنتش عايز تكمل، قلت بقى عايز تقعد في مصر بقى مع اصحابك الغربه لا مش كده بقى، خلي بالك انا بعرف اعيش. بس الفكره ان انا كان خلاص، كان الراجل المدرب هو اصلا برازيلي وكان ماسك منتخب اسبانيا، ولما جه هو علاقاته كتيره جدا في مصر، مدرب كبير جدا يعني اسم براجا، فكان جاب 8 برازيليين وكان هيقعد من الفرقه بس 6 لعيبه بس، وكان ممكن جهاد ما يقعدش. فانا قلت هقعد لوحدي هتبقى صعب عليا جدا، رحت راجع. جهاد كمان بيتكلم فرنساوي كويس، فكان الموضوع بالنسبه لي سهل قوي يعني. والله والله ما بلجيكا بيتكلموا فرنساوي. رجعت بقى بتروجيت مصري. رجعت في اخر يوم في التأييد على بتروجيت، كنت رايح المقاولين والله، وانا في الطريق والله كان معايا وكيل حماده القواس. أيوة. وانا في العربيه رايحين نادي المقاولين، الناس مستنين، لقيت الكابتن رمضان السيد بيكلم حماده، قال له هو محمود رجع؟ قال ده معايا في العربيه، ادوني. قال لي تعالى لي على البيت على بتروجيت. كابتن الناس قال لي استاذن من الناس وتعالى لي. فده ابويا يعني كابتن رمضان السيد، فرحت مضيت عنده في البيت حتى في المعادي. قعدت كتير في بتروجيت يا محمود؟ قعدت كتير جدا. صح 6 7 سنين؟ قعدت لا اكتر، اكتر من كده. اكتر 8 حوالي 8 سنين في بتروجيت. لعبت معاهم ممتاز بيه ولعبت معاهم دوري ممتاز. لعبت انا يمكن انا من الناس اللي تعبت في النادي ده جدا بجد يعني، بتروجيت تعبت بجد يعني والله. ومن الناس انا زعلان جدا عن اللي النادي فيه دلوقتي، انا زعلان جدا لان انا يعني انا وجيلي تعبنا في النادي ده جدا، وكان نفسي النادي ده يفضل في مكان كبير اللي احنا وصلناه وسبناه. لا احنا لما مشينا من نادي بتروجيت احنا كنا واخدين ثالث الدوري، كنا ثالث الدوري الممتاز لما انا ووليد ومحمد شعبان وليد سليمان وسيد حمدي لما مشينا. أيوة. احنا كنا واخدين ثالث الدوري. أيوة. سايبين النادي هو من فاللي حصل ده انا بصراحه حزين عليه جدا يعني. النادي عنده كل حاجه، عنده ماديا امكانيات كويس كل حاجه يعني. فربنا بس يكرم النادي ده يرجع في مكانه الطبيعي. وبعدين المصري، انا شايف ان المصري من اهم المصري من اهم الانديه اللي انت لعبتها. بص انا عارف يا كريم لما ربنا يكرمك بحاجه، انا ربنا كرمني بالنادي المصري بصراحه، مع ان انا كنت خايف جدا يعني. انور شلوفه صاحبي جدا بره الكوره، عمال سنتين يتحايل عليا يا محمود الخط لازم تلعب في نادي جماهيري، لازم. انا بثق في انور لحد ما جالي ورحت قعدت مع مستر كامل. اول ما قعدت مع الراجل مضيت على طول. اول ما قعدت مع الراجل بصراحه. بتعتبر المصري من اهم هي اهم حاجه حصلت لي بصراحه، لان انا الجمهور فرق معاه كتير جدا، زائد ان انت بقى لما تتعامل كمان مع ناس محترمه يعني. كان مستر كامل ابو علي وياسر يحيى، دول يمكن الحاج ياسر يحيى من انظف ناس يا كريم ممكن تقابلهم في حياتك. طبعا يعني في الكوره وبره الكوره ما بيتاخرلكش حاجه، بالعكس انت لو ماشي كويس بتاخد اكتر من حقك، وده اللي كان بيحصل معايا. كان انا كمان كنت بتعامل معامله خاصه، فحببتني بقى في بورسعيد حب غير طبيعي في النادي والجمهور، وبقى علاقتي لحد دلوقتي بالجمهور علاقه مش طبيعيه. يمكن الحمد لله فضل ونعمه من ربنا، انا من الناس القليله جدا من بره بورسعيد الجمهور بيحبها، اللي بقى ليا شعبيه كبيره جدا. انا عارف الجمهور بيحبك جدا يعني في بورسعيد. الحمد لله. فتعتبر المصري من اهم الانديه، اهم مرحله، او اهم مرحله في حياه محمود عبد الحكيم بصراحه يعني. جالك اهلي وزمالك غير بقى فتره الناشئين في الاهلي كتير. ده في الاول لا جالي كتير كتير، جالي كتير جالي كتير ومضيت فعلا. بص يا كريم انا مره حصل لي موقف، ويمكن الكابتن احمد عبده، كان الكابتن احمد عبده صح كان مترجم يتسال يعني، يساله
كنا ماتش الاهلي والبتروجيت في كاس مصر 1-0، الاهلي كسب 1-0، وانا خارج في الطرقه مستر مانويل جوزيه استناني في الطرقه ويسال الكابتن احمد، والكابتن احمد ونادال قال لي بص انا عمري ما وقفت مع لعيب، بس انا مستنيك السنه الجايه معايا في النادي في الاهلي. طب وايه اللي حصل ما رحتش ما الاهلي؟ ما كنتش بعرف امشي، كان صعب جدا ان انت تمشي من بتروجيت، من ولا كنت بتروجيت؟ صعب جدا ان انت بتروجيت، كان استحاله يسيب لعيب مش محتاجين فلوس، والوزير بيحب الكوره جدا المهندس سامح فهمي، وده من الشخصيات اللي انا كمان كنت طبعا بحبها جدا، فكان كل ما يقعد معايا يقول لي محمود اقعد خلاص ما بقدرش اتكلم خلاص في الاهلي غصب عني. وانا عرفت برضو انت كذا مره انا كنت عايز قريب من اقول لك الزمالك، انا اكتر ممكن اكون اكتر واحد مضيت في الزمالك في جيلي، مضيت يعني للزمالك كتير كتير جدا، والله وما كنتش بعرف امشي. برضه يعني مضيت وكنت خلاص المفروض هتروح، ما كنتش تعرف ما تمشي كنتش برضو. بعرف امشي، انا لولا مستر كامل دفع فلوس كتيره في مصر وقتها كان مبلغ كبير، ما كنتش برضه هعرف امشي. الحمد لله، مسيرة ما شاء بس الله هو حلوة. ربنا كرم، يعني عارف لما ربنا يكرمك ممكن كنت اروح الاهلي او زمالك ما يحصلش اللي حصل لي في المصري. أيوة. فاللي حصل لي في المصري بصراحه انا رحت اصلا لقيت الناس حباني، هم بيحبوا اصلا بحب الكرة الحلوة. بيحبوا الناس اللي بتعرف ترقص حريف وبتعرف وكده. فلما رحت كمان كان يعني اللي فرق معايا كمان البدايه، أيوة. بدايتي كانت قويه جدا، يعني اول ماتش طلع الجيش حطيت جول، تاني ماتش الجونه حطيت جول، تالت ماتش الاهلي في استاد القاهره اللي انا رقصت فيها على الخط، حاجات في العرض فبعد الماتش ده بقى الموضوع لا اللي جت جون. هو نفس الماتش اللي برضه اللي حطيت فيها الكره في العرض، ايوه في كوره بس اللي انت الماتش ده انا جبتها دي. عملته بشكل وكان وراه خلي بالك ماتش الزمالك عملته برضه جامد جدا، فالموضوع بقى علي معاك بقيت مع محمود اتعامل عبد معامله الحكيم. خاصه من الجمهور حتى في الشارع لحد دلوقتي الحمد لله. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاك، بس ماشي، عايز اخدك بقى للفتره الحاليه، طبعا تاريخ كبير لو قعدنا نتكلم ربنا فيه ما شاء يخليك يا الله كريم، ربنا هنقعد يعني حلقات، لكن عايز اكلمك عن الفتره الحاليه، مين اللعيبه اللي بتكيف محمود عبد الحكيم في الكوره دلوقتي؟ نقول على مين حريف ونقول على مين لعيب جامد بس مش ما عندوش المهاره، وعايز اعرف رايك في الدوري بعد الفاصل ان شاء الله. ماشي جدا. طيب نرجع تاني مع محمود عبد الحكيم، احد احرف اللعيبه في مصر، وزي ما قلت لكم كان كمان في الملعب الكره الخماسيه يعني حاجه فظيعه جدا، واحترف في نادي شارلوروا البلجيكي وكان من نجوم الدوري البلجيكي في الكره الخماسيه وبطوله اوروبا. هسالك حاجات كده قبل ما نخش، احلى ترقيصه انت رقصتها لحد وكنت مبسوط وقعدت تضحك وانت بالكوره؟ يمكن كابتن وائل جمعه في ماتش بتروجيت والاهلي، ترقيصه كانت جامده، لا عشان هو كان جامد كان كمان جامد، كان احسن مدافع جدا في افريقيا. هي السنه دي 2006 كمان كان جامد جدا. ف كانت عامله ازاي الترقيصه ده؟ فكرنا كده. كانت كان اوت اسامه رماهولي بسرعه، فانا رحت ووقفت، كان بقيت انا وهو واحد على واحد جوه ال 18 من ناحيه الشمال، ففي ترقيصه انا بعملها بفوت رجلي مش بتعمل فينت هي كده دي. وتعدي، رحت معدي هو جري في مكانه وانا جريت جريت في في مكان. مكان. دي كانت من دي الحاجات الجامدة، عشان هو عشان هو وائل جمعة، كان جامد جدا، عشان ما وائل كنتش جمعة. بترقص ايه بسهوله. تاني تفتكر؟ هي نفس الترقيصه برضو محمد شوقي في ماتش، بس دي جت جول المصري مصر والاهلي، والاهلي 1-1 في استاد خلصت القاهره. بجول عبد الله السيسي، عبد الله السيسي، ده كان ماتش المشكله، 1-1. لا كان قبليه، لا قبلها بسنه، قبليها بسنه، قبلها قبليها بسنه. بسنه. طيب خليني اتكلم معاك بقى محمود عبد الحكيم، انت يعني في الكوره كده اعتقد انت بتنام حاضن الكوره، انت على طول في الكوره الخماسيه واكيد لعبت في الشارع زمان وانت صغير وزينا كلنا، وبترقص العربيات وبترقص الطوب وبترقص. مين اللعيب اللي محمود عبد الحكيم بيتفرج عليه سواء دلوقتي او قبل كده يقول لك لا ده بطل بطل او بيلعب؟ بص بطل في اتنين، اديني ثلاث اربع لعيبه كده الحريف اللي في اتنين مبطلين دول بالنسبه لي يعني مين؟ حاجه كبيره جدا، عبد الستار صبري وحازم امام. صح، دول بالنسبه لي جامدين. يعني وعارف يدخل معاهم الكابتن وليد صلاح الدين طبعا، نفس الطريقه صح برضو، صح انا كنت صح احب الطريقه دي صح يعني. يعني عبد الستار صبري، حازم امام، وليد صلاح الدين، الثلاثه دول لا انت انا بتحبهم؟ ما لحقتش كابتن حماده عبد اللطيف قوي، كان بس الكلام اللي بسمعه كان حاوي طبعا فعلا بقى. يعني حتى، بس انا ما حضرتوش قوي يعني ما اتفرجتش عليه قوي. من الجيل اللي موجودين لا في ناس كتير انا بحبها، يعني بحب محمد ابراهيم جدا وشايف ان هو صح اتظلم، كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير. بحب مصطفى فتحي جدا، ايوه
ايمن حفني بحبه جدا، بحب رمضان صبحي جدا. ايوه خلي بالك رمضان بس الضغوطات اللي عليه اثرت عليه شويه. بحب شيكابالا طبعا. طب بحب زيزو وامام عاشور جدا. تمام جدا. طب ايه الفرق ما بين اللعيب المهاري واللعيب الجامد المؤدي؟ بص يا كابتن، هو مش مؤدي، هو في فرق بين الحريف واللعيب. يعني ممكن الاثنين يكونوا بيعدوا، في واحد على واحد بيعدي، بس واحد يعدي بطريقه بترقيصه حلو. ده حريف. وفي واحد هو كده كده بيعدي، فانت بتاخد منه اللي انت عايزه. يعني زي زيزو. يعني زيزو ممكن بيعدي بسهوله جدا، بس بطريقه انت ممكن مش شايفها حاجه، بيعمل حاجه صعبه يعني. زي الالمان والبرازيليين. صح. لكن يعني لكن عبد الستار صبري مثلا، كابتن حازم امام لازم يعدي بحركه. يعني فوت رجله يعمل كده يهوس. فدي بتبقى بالنسبه لنا احنا مره. وانت بتعمل لا كتير كتير لو حد ضحك يعني. الله يرحمه كان الكابتن طه بصري، مره كنا بنلعب الانتاج الحربي وانا كنت بحب الراجل ده جدا. الله يرحمه، يعني من الشخصيات الجميله. ربنا يغفر له يا رب. وكنا بنلعب الانتاج الحربي، واوت اترمالي، ففي ولد جاي جامد جدا عليا سريع، فرحت حاطط الكره من تحت بعدها له. فانا في ظهر اديك حكايه طه مصري عمل كده وضحك، فضحكني خلاني لعبت الكره وحش بعدها. فقال لي قلت له يا كابتن انت اللي ضحكتني، راح ضحك انا خلاص. الله يرحمه. الله يرحمه، شخصيه جميله يعني. دي اللعيبه الحريفه اللي انت. لا في ناس. في جمال حمزه كمان. يا لهوي. لا ده ابن لذينه. ده ابن لذينه، كنت بحبه جدا. ده ما تعرفش تمسكه ابدا. لا 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 صعب كابتن. انا مش عايز انسى في احمد فاروق. بلديه المحل. بلديه برضه كان. في ناس كتيره يعني. محمد عبد الجليل كان لعيب قوي، كان حريف قوي. طب بص بقى، انا في واحد بحبه جدا، كابتن طاهر ابو زيد. طبعا طاهر ده في الكوره رهيب يعني. طبعًا. وعارف بحب مين قوي بقى؟ كابتن يحيى. كابتن يحيى كان حريف قوي 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 والله العظيم. حريف. لا وكان بيعمل حاجات ده غريبه يعني. بالظبط. لا في ناس كتير يعني، مجموعه كبيره جدا. جدا طبعًا. من اللعيبه الحريفه. طيب يعني انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا بص يا كيمو، عشان بس نبقى انت والله العظيم ولا رد ديمقراطي بقى ولا الكلام دوت. انا ممكن كنت بشجع زي حال اي مصري يعني، النادي من ناديين. كنت بتشجع؟ كنت بتشجع الاهلي. بس لما رحت وانت بص انا لما رحت النادي المصري. بص يا كريم، الحب اللي انا شفته من الناس والمعامله بقى غصب عني، لو المصري بيلعب اي حد انا بشجعه. بشجع المصري. واسال يعني انت يعني ممكن النادي الاول اللي محمود عبد الحكيم بيشجعه النادي المصري. والله لو بتفرج على المصري بيلعب اي حد ايا كان بقى، انا بشجع النادي المصري. لان رقم واحد انا المصري. انا شفت خير في النادي دوت محدش شافه، فانا يعني خلاص بقى انا يعني زي ما بيقولوا كده يعني، بقى في حب من جواه غصب عني. من كتر اللي شفته والخير والمعامله من الناس. حد وقت انا بروح على كريم، عارف يا كريم انا بروح بورسعيد لو قعدت في اي مكان ممكن ما اعرفش اقعد من الناس برضه. لسه غدرت الجمهور بيجي لك الناس اللي صوروا معاك وعايزين يقعدوا معاك وكده. فحتى المقابله هناك بتبقى غير يعني حتى لحد. فدي ماشي. مين بعد المصري؟ ما خلاص بقى مش لازم. خلينا هو المصري والله. لا والزمالك جالك كذا. انا يعني خلينا والله ما هتفرق. لا انا ما يعني جمهور النادي المصري ده ليه معزه كبيره يعني. لما الاهلي والزمالك يلعبوا بعض بتشجع مين؟ لا هبقى محايد والله. والله يا حوده هبقى محايد والله. والله يا كيمو انا بحب خلاص النادي المصري بقى غصب عني حته. انت النادي المصري. مش هنحرجك. طيب مش هنحرجك خلاص. ماشي. شايف الدوري ازاي؟ واتلعب ثلاث جولات فقط. الدوري السنه دي شايفه ممتع. ممتع. يبقى احسن من السنين اللي فاتت. عشان الفرق يعني معظم الفرق عملت فرق قويه. دخول النادي المصري في وجود كامل ابو علي، مستر كامل، في وجود مستر كامل، الصفقات اللي جابها النادي المصري هيبقى كابتن ايهاب كمان مدرب بيلعب كوره حلوه، هيبقى ند للانديه الكبيره الفتره اللي جايه. طب كده قول لي الاتحاد السكندري ماشي بشكله بس عامل فرقه كويسه. وعارف اكيمو الاتحاد من اكتر فرق منظمه في الدوري. والناس مش واخده بالها من الموضوع دوت. اي فرقه منظمه في الدوري المصري بتمشي كويس. الراجل منظم جدا. مانولوفيتش جدا منظم جدا. بص لما حد بيطلع حد بيقف مكانه. سيرد باك بتلاقي فيندر راح حاجات كده تفاصيل. بياخد باله منها لعيبه الكوره يعني. فانا شايف الاتحاد هيمشي كويس السنه دي. المحله مصري اتحاد محله مفاجاه بالنسبه لي. معدل جري ما شاء الله غير طبيعي. ولاد صغير. بابا فاسيليو برضه عامل شغل طبعًا كويس طبعا. فانا شايف الدوري السنه دي هيبقى. انت اتكلمت على الفرق الشعبيه كلها. في فرق تانية معجب بيها. زعلان على الاسماعيلي جدا. مع ان انا لسه مش مبسوط من الاسماعيلي. مع ان انا شايف ان الاسماعيلي عنده لعيبه كتير كويس. تقدر تمشي كويس حتى لو مش بالشكل بتاع النادي الاسماعيلي اللي احنا متعودين عليه، بس المفروض يمشي كويس يعني. في مجموعه لعيبه مش موجوده. فعندي عبد الرحمن مجدي، مدبولي، مش عايز انسى، في لعيبه كتير في الاسماعيلي كويسه تقدر تطلع بالنادي.
بشكل عمر احسن من الوحش كده. عمر الشامي في كتير، باهر المحمدي، لعيبه في اه كتير طبعا، فوزي حارس المرمى، لعيبه مميزه. طيب يعني لو انت محمود عبد الحكيم السنه دي بتتفرج على الدوري، طبعا هو لسه بدري السؤال ده تمام. لسه بدري، لكن مين الاقرب انه ياخد الدوري؟ الزمالك بقاله سنتين بياخد بص الدوري. بص، صعب جدا تتوقع بدري، بس خلينا في يعني اهلي، زمالك، بيراميدز، مصري، سيراميكا، البنك، هيبقوا ست فرق يعني دول هيبقوا في اه المقدمه، لان انت عارف يا كريم اي فرقه ما عندهاش مشاكل ماديه مع الوقت هتمشي كويس. تمشي كويس. خلينا الصراحه اللي لعب كتير عارف رأيك الكلام في ده. كولر؟ ما اقدرش احكم بدري قوي عليه، بس هو في حاجات، في تفاصيل كده بتحصل. يعني انا مثلا لما اتفرج على مدرب والاقي كل كرة ثابته بتتعمل بشكل معين وبطريقه معينه وجمل، هو لا في حاجة يبقى بتتعمل. عنده حاجه. فانا ال 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 هو خطفني في الاول، يعني اقدر اقول في شغل، في حاجه بتتعمل، بس ما اقدرش بقى. ممكن تكون اشوفه لما يدخل في جول الاول هيتعامل ازاي، هشوف لو اتطرد منه واحد هيتعامل، في تفاصيل كده بتقدر تحكم بيها على المدرب. مين احسن لعيب في مصر دلوقتي؟ انا هسالك سؤالين، مين احسن زيزو لعيب ومين احرف لعيب في مصر؟ يعني مين احسن بالنسبة لي لعيب؟ أحسن لعيب في مصر زيزو. زيزو زيزو لاعب الزمالك، بحس إن ريتمه سريع للدوري المصري، يعني يلعب في اوروبا مستريح، يلعب يلعب مع شوية حاجات يلعب. إمام عاشور برضه لعيب جامد، طبعا. بشوفه جامد. مين احرف بقى لعيب في مصر؟ بحب حمدي فتحي جدا، حمدي. حمدي فتحي برضه من الناس الرجالة، وراجل طول الوقت يعني بيقعد فترة طويلة مستواه ثابت، ده طيب مهم جدا يعني. مين احرف لعيب بقى في مصر دلوقتي؟ مش هقدر أقول لك واحد برضه، قول لي، قول لي يعني اتنين تلاته. واحد بمهارة ولا حريف ايه؟ ما هي حريف مهاره، اه اللي مهارة. هو شيكابالا حريف جدا، اه شيكابالا، رمضان صبحي حريف جدا، اي احمد عبد القادر حريف، بس احمد عبد القادر الاهلي، عنده حتة كده لا مبالاة شوية. اه لو شخصيا الحتة يعني دي عايز راحت منه خلي بالك هتفرق، ان هو عنده حاجات كتير قوي في الكورة، سريع جدا بالكورة، ودي مش موجودة في ناس كتير، اي بيقدر يغير اتجاهاته في حاجات صغيرة، فدي بالظبط، برضو انت بتلاحظ في حاجات ساعات بيعملها مع كده. الوقت هيبقى افضل. لا في ناس كتيرة حريفة، مش عايز انسى حد يعني، في ناس كتيرة. في لعيب دغموم بتاع المصري يعني، دغموه الياس لعيب جلاسي، كويس، لعيب اه قوي ليس حريف جلاسي جدا جامد، جاب ليه ميكر صراحة. ابن لذينة بالظبط مختلف. صح. طيب انت كنا بنتكلم في الفصل، قلت لي انت ومؤمن زكريا علاقتك بيه قويه جدا، علاقتي وقال لي كمان ان اللاعب جنب مؤمن زكريا عارف ان هو مؤمن. لعيب جامد جدا. بص مؤمن، انا كنت دايما اقول مؤمن وكهربا وكريم بامبو، اه التلاتة مؤمن شبه. وكهربا وكريم بامبو، اخطر، كان مؤمن اخطر زكريا وكهربا وكريم بامبو. من اخطر ناس ممكن بيوصلوا على الجول بطريقة في ثانية، تلاقيه هو الجول، كرة ميتة تلاقيه جابها جول. فانا بشوفهم التلاتة شبه بعض، وانا كنت لسه بقول نتكلم في كده. في اتصال بمؤمن، بتتكلم مع مؤمن؟ بقالي فترة، من فترة كلمته، بعد كده بقيت اكلمه على الانستجرام، ببعت له اه بيرد، ابعت له، ربنا يشفيه ربنا يعني، يشفيه يا رب ان ورب شاء الله. شخصية محمود جميلة عبد الحكيم، ونضيف. انت خلاص بطلت كوره الفتره اللي فاتت، كنت بتلعب في انديه كده يعني مجرد المشاركه، يعني مش تمام انديه كبيره، تمام بتخطط لنفسك ايه؟ بص ان شاء الله يعني، ان شاء الله فيما بعد الواحد هيبقى ليه دور في النادي المصري عاجلا او عاجلا باذن والله الله، عايز تشتغل في خصوصا النادي في المصري. وجود مستر كامل ان شاء الله هيبقى ليه ايه دور ايه يعني، الدور اللي ممكن محمود مش عبد عارف، بس في وجود مستر كامل انا ممكن اشتغل اي حاجه في في النادي النادي عادي يعني. المصري، في النادي لكن المصري. انا حاليا انا قطاع الناشئين في نادي الفيوم، يمكن خليته شركه سفينكس، وحد صاحبي اسمه محمد شراوي، من خلال اللي هو محمد عبد السلام والدكتور استاذ محمد مجد. فانا ماسك مدير قطاع الناشئين محمد في شرقاوي. نادي الفيوم. محمد شرقاوي ده حد صاحبي، وهو يعني مستثمر في النادي، ويعني الواحد بيجرب، لازم يشتغل ويجرب وياخد خبرات يعني ان شاء طب الله. يعني انت دلوقتي مدير قطاع الناشئين في نادي الفيوم، ان شاء الله يعني باذن الله تحقق حلمك بقى، يا يعني رب، بعد اعتزال كرة القدم تحقق حلمك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كمدرب ولا ناحية إدارية؟ والله يا كريم انا يعني الاثنين هقدر اعملهم بشكل كويس، لان انا علاقتي بكل الناس كويسه الحمد لله، وخبراتك بعرف كبيرة. اتعامل، خدت طبعا خبره، اذا كان كده او كده هعرف يعني. بس المهم ان احنا بنشتغل في المجال اللي بنحبه يعني، طبعا مش هتفرق كتير اكيد. يعني. سعيد جدا بيك يا محمود والله، ونفسي اقعد معاك اكتر لا من ده انا كده. اللي سعيد جدا، وببقى مبسوط جدا وانا معاك والله الله يا كريم. يخليك، الله ربنا يخليك يا يخليك، محمود، ونتمنى لك كل التوفيق ان ربنا شاء الله يخليك يا الفتره كابتن، الجايه، وتكون ربنا معانا يخليك. قريب تاني برضو ان شاء نتكلم الله في طبعا، الكوره، ده شرف ونتكلم ليا في والله، المهاره الحلوه ده شرف في كره ليا. القدم. بشكرك محمود عبد الحكيم، وبشكر كل طاقم العمل في كره كل يوم، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.